أنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل ومكملين مع كابتن ضياء. يا كابتن برحب بيك مرة تانية في الفقرة دي. بقى هسألك أسئلة عامة وهتجاوبني، وبعدين تطلع الموبايل وتكلم حد قريب منك وهتسأله نفس الأسئلة. هسأل ونشوف مين؟ صاحبي؟ أي حد بقى أنت هتكلمه وتشوف إجاباته مطابقة مع إجاباتك أو لا. أكلة بتحبها وممكن تاكلها كل يوم؟ أكلة بحبها وأكلها كل يوم؟ عادي مش هتزهق لو أكلتها كل يوم. ممكن البيتزا. طيب لو عندك فرصة تختار لاعب عالمي ولاعب قديم تفطر معي، هيكون مين؟ لاعب عالمي؟ ماشي. ولاعب قديم؟ زي رونالدو الكبير. طيب لو كنت ممثل كان ممكن تمثل دور ايه؟ كان ممكن امثل دور ايه؟ شايف الكاركتر بتاعتك رايحة مع شخصية مين من الممثلين؟ احمد العوضي في مسلسل اسمه ايه؟ خديوي؟ خديوي. والله شايف نفسي فيه قوي. لو هتفتح محل اكل هتفتح محل ايه؟ سي فود. ريال مدريد ولا برشلونة؟ برشلونة طبعا. أول حد بتكلمه لما بتكون مخنوق؟ صاحبي حافظ. صاحبك حافظ. مين بيغلبك في البلاي ستيشن؟ هو حافظ برضو. النفس اللي بتكلمه انت مخنوق بيغلبك. بس هو بيعمل ايه يعني؟ بقول له حافظ في ايه؟ انا هفضل اخسر؟ فيبتدي هو بيلعبني بقى يبص كده وعارف هو ايه. انا بلعبش عشان اكسب، ما انا هتخانق معاه، ما بحبش اخسر. فانا اللي هو ايه، انا اكسب ماتش واسيب لي ماتش. طيب لما تكون عايز تفصل بتعمل ايه؟ بسافر. بتسافر لوحدك؟ انا وحافظ وشادي و... يعني بتاخد جروب كده وتسافر. طيب المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي للمنتخب ولا عامه؟ من رايك بشكل عام. لا ما حسب اللي هيمسك فين. لا يعني انت عندك اختيارين مختلفين. لو طبعا منتخب طبعا. طب هنختار هنا وايه؟ لو منتخب يبقى اجنبي. لو لأي فرقة لا مصر عادي. اتفضل. هتكلم بقى حد، اطلع موبايل اتكلم حد، اسأله نفس الأسئلة. انت اللي هتسأله نفس الأسئلة دي. بس هتكلم مين الأول؟ هتكلم صاحبي اسمه حافظ. اللي بيغلبك في البلاي ستيشن. اللي بيغلبني في كل حاجة. بس انا بكسبه في الكورة بس بصراحة. ربنا يستر. هتسألي الأسئلة دي بس؟ ايوه الأسئلة دي اللي معاك دي اسألها له. ماشي. افتح السبيكر. طبعا. يا دودو. يا حفوزه. يا حبيب قلبي. بص يا حبيب قلبي، انا دلوقتي في قناه النادي الاهلي. خلاص قناه النادي الاهلي. وانت دلوقتي يا باشا اونلاين ومصر كلها شايفاك، فيعني ايه خلي بالك من كلامك. طب كويس انت لحقتني. يعني ايه بالظبط؟ وانت يعني فاتح السبيكر في ايه مع انت؟ ربنا يستر. لا هو في حته فيها شبكه عشان مش سامعك. بقول لك هتكسب حاجه في الاهلي الاجابه اللي المفروض. عشان هكسب حاجه. هتكسب. جايب لي يا عم هدايا. بص انا هسالك الاسئله بس بطريقتي انا، يعني سيبك من اللي مكتوب عشان انت تعرف انا عايز اقول ايه. ربنا يستر. اتفضل. ايه اكتر اكله انا بحبها وممكن اكلها كل يوم؟ مكرونه بشاميل. ده حاجه يعني باكله في رمضان بتاريخ تاني. ايوه رمضان. بس لا انا بس انا قلت بشكل عام. ماشي. ايه تاني يا محمد؟ ايه تاني؟ ممكن تاكل سمك وجمبري كل يوم. احنا ندخل على السؤال اللي بعد. طب يا محمد انت يعني السؤال ده مش هنساله، يعني مش لازم نقفش فيه. اكتر لعيب انا بحبه مش عالمي، لعيب عالمي. اكتر لعيب بتحبه عالمي بيلعب سته يعني نفس المركز؟ لا لا عامه اظن دي سهله. صح. طب واكتر لعيب قديم بقى؟ أكتر إيه؟ لعيب قديم. اكتر لعيب قديم بتحبه؟ يعني برضه عالمي ولا مش عالمي؟ عالمي. زيدان. والله بيفهم. انا نسيته والله. والله العظيم انت بتفهم اكتر مني. بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ انت لو شايفني ممثل، لو انت هتشوفني ممثل ممكن اعمل دور ايه؟ مين في مسلسل ايه؟ مسلسل؟ ممكن اعمل دور مين كده في المسلسلات؟ من وجهة نظرك انت. تعمل مين في المسلسلات؟ او انت تعمل دور اي حد مش عاوز. انت كده بقى واخد بالك مني قوي. سايبك بكل الشخصيات. لا قول لي. ممكن تعمل امير كرارة في باشا مصر. شبه برضه. طب حد أيوة. تاني. حد تاني؟ تعمل دور
بس عشان انت جدع قوي ممكن تعمل رضوان البرنس. تعجب انت عشان جدع قوي جيب بوسه يا صاحبي قوي والله. بقول لك ايه؟ قول يا هو انا لو هفتح محل اكل هفتح محل ايه؟ لو هتفتح محل اكل هتفتح محل ايه؟ بص هو انت بتحب تاكل بيتزا. انت ابني قلبت الجمل ايه؟ البيتزا كانت في السؤال الاولاني والجمبري في السؤال الثاني. بقول لك انت بتحب البيتزا. ماشي. فاحنا بناكل من بره دلوقتي. ماشي هنفتح محل ايه طب انا وانت؟ ما احنا قلنا بيتزا مش في الاكل؟ اه حاجة تانية. حاجة تانية في الاكل؟ ما احنا لو فتحنا حمام هناكله انا وانت كله يعني كله قال كل الاكلات. طب بص برشلونة ولا ريال مدريد؟ برشلونه طبعا. بس هو بشجع برشلونه جدا اصلا خلاص دي معروفه. يا باشا متربي في كاتالونيا. انت اسمك حافظ ايه؟ حافظ ايه؟ حافظ الكاتالوني. طب المهم كسبت في الاخر انت ولا خسرت؟ يا ابني استنى لسه فاضل لك اربع اسئله لو جاوبتهم هتكسب. ماشي مين اكتر حد انا بكلمه او اول حد انا بكلمه لما اكون مخنوق؟ انا. انت مين معرفك؟ ما قالش عليك انت ولو عارف على فكره حد اقول علي انا ما كنت مخنوق صح؟ والله بيكلمني الساعه 3 بالليل يجيني تعالى عندي مشكله. تعالى لي حالا عايزك. بقول لك ايه؟ قول يا حبيبي. مين بقى اللي بيغلبني في البلاي ستيشن؟ هو انت احرف واحد في العالم. طب احلف. طب احلف كده تطبيل عرفنا. ما تعرفش يمسك الدراع اصلا. بقول لك انا لما بخسر بعمل ايه؟ سألني بقى حاجه في البلاي ستيشن. هو في البلاي ستيشن انت بتكسب عشان بس بقى في رمضان كله كنت بتعمل ايه في البلاي ستيشن؟ لا بتستخبى. انا لازم تحكي لي الموقف ده. طب لما طب استنى طيب لما بخسر في الكوره بعمل ايه؟ في الكوره لا ده يوم نكد اقسم بالله يوم نكد ولا حد بيكلمك ولا حد بيقصر. عارفه ان بقى مثلا رايحين الاستاد بنتفرج واحنا راجعين مثلا وهو خسر والله ما حد بيتكلم ولا حد بيهزر وقافلين الاغاني وماشيين ساكتين قافلين الاغاني كمان اتنكد عليهم تماما مش حد بيتكلم لحد الماتش الجاي يعني لحد الاسبوع اللي بعديه والله بجد ما بخليش حد يتكلم صعب قوي. بقول لك ايه انا لما بعوز افصل بعمل ايه؟ سفر على طول. والله العظيم انا مبسوط منك. هو بعد العك ده كله مبسوط. المهم بس حاول تكسب اي حاجه يا ابني. استنى فاضل سؤال انت مستعجل على المكسب ليه؟ لا هو كده كده خسران مش قوي على المكسب. انا هسالك انت السؤال ده بقى خلاص بفهم في الكوره قوي بجد. تختار المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي؟ المدرب الوطني ولا الاجنبي؟ اه الاجنبي.